من ولاية ميشيغان، معكم مصطفى زيدان. بايدن يحاول استعراض إنجازاته خلال خطاب حالة الاتحاد، مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة. أسبانيا تعلن مساعدة بقيمة 20 مليون يورو لفلسطين. تحذير دولي السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالم. ادفع ضريبة المنزل أونلاين أو بالتقسيط. بايدن يحاول استعراض إنجازاته خلال خطاب حالة الاتحاد. ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه عن حالة الاتحاد مستعرضا الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت خلال ولايته، ومهاجما خصومه السياسيين وخاصة دونالد ترامب دون أن يذكر اسمه، كما شدد على التهديد الذي يمثله خصمه المحتمل في الانتخابات العامة على البلاد، وركز في بداية خطابه على الحرب في أوكرانيا وهجوم أنصار الرئيس السابق على مبنى الكابيتول بعد خسارته الانتخابات السابقة. كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بايدن ألقى خطابا ناريا عن حالة الاتحاد، مقدما حجة قوية عن استحقاقه ولاية ثانية، بينما هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب باعتباره تهديدا للحقوق الفردية والحرية والديمقراطية. مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة. أقرت لجنة قوية في مجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي مشروع قانون يمكنه أن يؤدي في حال إقراره في الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة وسط مخاوف من التجسس، وفقا لما ذكرته شبكة CNN. وقال المشرعون في لجنة الطاقة والتجارة الذين منحوا الضوء الأخضر لمشروع القانون إن القصد منه ليس التخلص من تيك توك، بل منع شركة صينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأمريكية. ويقدر عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة حوالي 170 مليون شخص. وتشن تيك توك حملة مضادة ضد مشروع القانون. أسبانيا تعلن مساعدة بقيمة 20 مليون يورو لفلسطين. أعلنت الحكومة الأسبانية مساعدة إضافية بقيمة 20 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونرو، وأعلن وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانيول في هذه المساعدات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازارين. ويأمل لازارين أن يشجع قرار الحكومة الإسبانية بعض الدول التي علقت أخيرا مساعدتها للوكالة على استئناف هذه المساعدات، موضحا أن التعليق يشمل 16 دولة وتمثل 450 مليون دولار. ودعا بإلحاح إلى فتح المعابر البرية مع قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية، وخصوصا أن عمليات إلقاء المساعدات من الجو ذات فعالية محدودة. وقامت الولايات المتحدة والأردن الخميس الماضي بعملية إنزال جوي للمساعدات، هي الثالثة في أسبوع. تحذير دولي: السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالم. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهر قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم، في بلد يشهد أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي. وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إن المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدى إلى نزوح 8 ملايين شخص تهدد حياة الملايين، كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها. ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث صار 5 ملايين منهم على شفا المجاعة، في حين يعاني العاملون في مجال الأغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم من صعوبات في التنقل ونقص كبير في التمويل. بايدن ينوي إقامة ميناء مؤقت للمساعدات لغزة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش سيبني ميناء مؤقتا على ساحل قطاع غزة على البحر المتوسط لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر. قالت إسرائيل أنه لا يوجد حد أقصى لكمية المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في غزة، وألقت باللوم في بطء التسليم على قدرة الأمم المتحدة على التوزيع.
واشتكت الأمم المتحدة من عدة عقبات تواجهها في إدخال وتوزيع الإمدادات، منها إغلاق المعابر والقيود على الحرقة والاتصالات وإجراءات الفحص الشاقة واضطرابات وطرق مدمرة وذخائر غير منفجرة. ومن المقرر شحن المساعدات إلى الرصيف البحري من قبرص، حيث سيقوم المسؤولون الإسرائيليين بتفتيشها أولا، كما يحدث حاليا على الحدود البرية لمنع دخول أي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وقد توقفت الشرطة الفلسطينية عن حراسة القوافل بعدما وصفته الأمم المتحدة بأنه موجة هجمات للقوات الإسرائيلية أدت إلى سقوط قتلى من الشرطة. ادفع ضريبة المنزل أونلاين وبالتقسيط. الآن يمكن لسكان وين كاونتي بولاية ميشيغان أن يقوموا بسداد الضرائب السنوية على المنازل دفعة واحدة أو بالتقسيط، وذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة على موقع waynecounty.com، وذلك بالدفع الإلكتروني بأي سبل الدفع الإلكترونية. شكرا لكم، وكان معكم مصطفى زيدان من ميتشيغان.